في البدايه ايه سبب انتشار الكولر دلوقتي؟ هو مرض بتسببه بكتيريا بنسميها الفيبريو كولير. <applause> وهو مرض الحقيقه منتشر في افريقيا وفي جنوب شرق اسيا وفي بعض الجزر زي هايتي مثلا بعض الدول الصناعيه الحقيقه بدات تتخلص من هذا المرض نتيجه طبعا الصرف الصحي المتميز اللي هم بيعملوه وبالتالي بقى يعني عدد الحالات او الاصابات في الدول الصناعيه الكبيره اقل بكتير لكن لا زال لسه في بعض البلدان بيظهر فيها مرض الكوليرا وخاصة في المناطق اللي بيبقى فيها حروب فيها يعني فقر فيها ظروف بتخلي الناس تبقى في تجمعات وبيبقى في مياه كده ممكن انها تتصل بمياه الشرب الرئيسيه كمان اذا كان بيستخدموا ابار ممكن يحصل منها تلوث طبعا ده كمان نتيجه انه بعض الناس الحقيقه ممكن انها يعني لا تتوقع الحذر اثناء اعداد الطعام وخاصه الناس اللي تتداول الاكل اذا كان مش بيلتزموا بغسيل الايدين بشكل مظبوط يعني, يعني الموضوع متعلق بالنظافه سواء في المياه او في الاكل بالضبط هو مرض بكتيري بيجي عن طريق الأكل أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكالر. أعراضه إيه بقى دكتور؟ اعراضه في البدايه هي اسهال شديد وهو ده اهم يعني عرض بيؤثر في النهايه على كل المشاكل اللي بتحصل نتيجه البكتيريا دي الحقيقه لما بتصل الى الامعاء بتبدا تفرز سموم السميات بتاعتها بتخلي افراز السوائل من الامعاء شديد جدا ممكن الواحد يفقد اكثر من لتر في الساعه اذا حصل نوبات الاسهال الشديد دي آه. كمان ممكن ده يصاحبه قيء في الحاله دي بيحصل جفاف ويبدا يحصل ان الجلد نفسه يبقى فيه نوع من الجفاف وذبول الجلد آه. ويحصل تغور لمخلة العين وبعد كده ممكن بقى نتيجه فقدان السوائل وكمان المعادن المهمه يبدا يحصل بعض المضاعفات زي مثلا الام وتقلصات في العضلات وطبعا نتيجه تاثير نقص بعض المعادن المهمه ممكن يحصل علامات ثانويه للحكايه دي سواء في ضربات القلب وكمان ممكن يحصل ازاي بيحصل في ادوار النزلات المعويه دكتور يعني بس الشده بتاعت الكوليرا بنحس انه اي ام يعني عندها اطفال صغيرين تعرضت لحاجة شبه كده مع الولاد لما كان بيجي لهم نزلات معويه مثلا ده صحيح ممكن النزلات المعويه لو كانت شديده بيحصل فيها فقد للسوائل وممكن يحصل جفاف للاطفال لكن الكوليرا الحقيقه بتتميز بانه الاسهال فيها ممكن يكون شديد الى حد كبير جدا يحصل فيه فقد للسوائل ممكن اذا ما تلحقش الشخص بالعلاج المناسب في التوقيت المناسب وبسرعه يعني ممكن أنه هو يفقد كميه جد، كبيره جدا من السوائل تؤدي الى الوفاه